أكد صاحب السمو الملكي الأمير الخليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه أن مملكة البحرين تعيش هذه الأيام فرحة أعيادها الوطنية، وهي تنظر بتفاؤل المستقبل وتتطلع إلى غد أفضل يكون عنوانه الأبرز المزيد من التنمية والتطوير، استكمالا لخطوات النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ارتكز عليها المشروع الوطني الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد علي عبد الله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار المسؤولين بالمملكة بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق، حيث استعرض سموه معهم مسار التعاون الحكومي البرلماني وآليات دعمه وتطويره. هذا وأكد سموه في هذا الصدد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية حققتا الكثير من الإنجازات بفضل التعاون البناء بينهما وحرصهما على إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدا سموه بما يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من دور وطني في النهوض بمسؤوليتهم التشريعية والرقابية تجسيدا للثقة التي أولاها إياهم أبناء شعب البحرين. وشدد سموه على أن الحكومة حريصة على تعاونها مع السلطة التشريعية انطلاقا من مبدأ الشراكة في المسؤولية الوطنية ووضع رفعة الوطن وتقدمه هدفا للجميع. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور التطورات والمسجلات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه أن الإرهاب الأسود الذي يبدأ يجتاح الكثير من الدول الشقيقة والصديقة يحتاج إلى وقفة دولية جادة، وأن تدخل الأفكار والرؤى المتوافق عليها لمواجهة الإرهاب حيز العمل والتنفيذ. وقال سموه إن إعمار ما خلفته الحروب والإرهاب أسهل بكثير من إحياء النفوس التي قتلتها الخوف والتهجير. وأكد سموه بأن هناك من يحاول إثارة النعرات الطائفية والمذهبية في المنطقة لتكون منطلقا للفوضى العارمة التي تفتح المجال لتمرين الأجندات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها. وقال سموه حذرنا كثيرا مما يراد بالمنطقة وندعو دائما للحفاظ على أوطاننا واستقرارها، فالتهديدات والمخاطر لا تزال تتربص بنا، ولكنها لا يمكن أن تثبط من عزيمتنا أو تشغلنا عن خدمة شعبنا، ولا يهمنا ذلك ما دمنا واثقين مما نقوم به من أجل الوطن والمواطنين. ونبه سموه إلى خطورة ما يراد بالمنطقة العربية من مخططات تستهدف ضرب وحدة الشعوب وتماسكها والانقضاض على ما تبقى من ثرواتها ومواردها، داعيا سموه إلى التماسك والتكاتف للحفاظ على الأوطان والاستقرار.